السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنت أنا الموضوع عنكلين وحقصب أه إن أتسيئك تقضب بذان رأيقان أما قضب كان أن كهد لايو ما أهن متكو سابسان مضح بناني دا سومالي لان إن أي نقطة الدولة مضح بنان أما أي كسي ميد أهات سوماليا تسال أهن كمد أهايو وإن أي سوماليا كميد أهاتا أما وإن أي قوضا موضوع أيغو أرن كان ما أهن سيدوك لهدي أتمنينيسو إن أي سومالي لان نقطة دولة مضح بنان عالم كوردان أقون سنيهي موضوعان وحكو حمية كما مغليسيد من مغليسيد إريد لقاها ذا إن جعلانين من مغليسيد سيبو حذا أياد أطاوان كرتا حتى هدي أتي مسؤول سيدوك لهدي أتجعشهي إن أي سومالي ولقد مت أهاتو سيدوك له كما مغليسيد وحد لقاها ذا إن جعلين وحان ربعين أن كهد لها الموضوع وحان هو بأيني أغاشكو تحانيهين أي دقيستان رق مسؤولين وكم إذا سومالي لان وأهرنتي عدة موضوع عنه كسر أرن كان أنسو قد بنايو والرأي الشخصية وها معقولة إناد قيبة إغراع ذو قيبة كلان آذن إغراع إناد أودي دوام معقول سببته وأرن دبيعية وحين دهان الاختلاف لا يفسد للود قضية إلا إسخلافه أما الرأي قال إسكو خلافه وشي دبيعية عذاودنا كما دقنا موضوع عنان كهد لا يوا صومالي مسحوكم صدن سنكهر لعي وامحي وحا أي كسو كرنيس صومالي لان ممنوع دا وح والبو أي كقرانتهي كلمة صوماليا مقعاس إيا ممنوع دا عالان كصوماليا وحاجر قصو ير ان هوتيل كفري هرقيسة ير كسو جيدا كونفرت صوماليا مالنتي فوريتان كهدب أيو كوببك أما النوع ايها تبا وحكو شرحي عالنك سومالي لان اي عالنك سوماليا لكن والا حري قوبتي ممنوع عالنك سومالي ممنوع سيدا سيالغو حري مهردي هوتيل كسيدا سيالغو حري وحير مسؤول كاس حري قوبتاس كناسي بري هدو وباهدو ان اويل كيس وحبرش او ديرا ماليسيا باكستاني بنغالي ديش هدو ربو انو او ديرا اما اساق او عافيمات اهان او اهدي هندية وانو كسف رابا سبور كاسي كو قرانتاي كالمداس او ممنوعي سوماليا كنا يا العالم كسبلوجا هذا بس والله ما ده كرمضان أرن كوا هيلب كضفار كمعنا لكن هيرتي سواء كنا اشتوانا المرصدة والله ما ده كأرن كوا سيدا سكالة ولي ما دمينين وحمد أجن هاي حقيقة جرت أياه إن سومالي لان أين وليه الاعتراف مدان عدو الباق عدو البانة ورعصا تأسوا كدجان إن أون جرين باصبر لجو سفرة وواقع جرة تصالة ير دل كان قدر إيه أن جوجو دل كان قدر إيه أنا كأن كنا عليه هذا خليج كان سومالي ده جوجت هدانا قلدانين وحنديه كرا كنتن بقول كيبا ورر سومالي لان أنهن ورر وقوي أنهن كنتن بقول كيبا صاحب ذي أن أيا كمدة أصحاب تيد أيا كمدة حتى موضوعا لجيسنا يعني وبين موضوعا لجيسنا يعني هذا بك ور مركي هرجيسي برعك دجان هدي لله باصبور رذينا سومالي أيا كقرن علنك سومالي أيا كيالو أي وانجبين وممنوع إن سومالي لان صوجشان وممنوع سببته مجع سومالي يا علنك سو ممنوع كور هدي لله وحير مركله نن ويا الفلسطيني هيا يقول هتكار نصيحة أو حيرة عمر وحاجرة وحقات جعشهي إيا وحقات كو قصبانتي إن آت سميسو وآد ميل إسكادقيسو طبعا جعيلي النعيب آد ميل إسكادقيسو تسالو حيري شقاله آد إسلا شقيسان هدي آد نعيبتي مت كميدا شقات توس أهنا إذن كرهيسو مثل حذي إننا إسكو حيرانتهي هدبها ديهن مجعل قفكان إيوا إن آد جعيل إيا النعيب ميل إسكادقتا مصلحة إذن كرهيسان آد فيريسو أديو أنا أركي كرين كشخصي أهان أت أقصش أنت أت قابط شقادة إسلة جوكتان ما دام مصلحة هذه نطعي إن هذا السوق صشان مركلة سومالي لان ولي اعتراف رسمي مهلين مدان حتى وحي ورع سن مضنة مدحوين الأستاذ موسى بيح وأنا حقيقة إن ولي أيضا واقع سير لفيرين أيو ما أهن سيدا جعشهي وإن ظروف كلها ذهي وحات كقص بنتي إن ولي أذن كمار من سومالي ذكلة حكمتنا أين كجرين دبرجوينتا يعني وحول با سوماليا مقع سوماليات يا على سومال معنا إنا كسو قد وح أن بجرين وممنوعة معنا وحكمتك مجرتا أنا قد تصال أهان هدي أن مانتا أهان لمسؤول سومالي لان رنتي وان كحشان لها إن أن ده وحول بأي سومالي كقرنتاي أما عالنك سومالي وممنوع إن أن ده بري مركان ويل كيك وح برش أدرايانا أن قروا أدرا سيو أصاق قصة باصبر سومالي عالنك هاس إيا مقعاس آد ممنوع ده كقرنتاي وحان دريم لها رنتي إن أن نفتي ده بين أشيقايا أما أن كنا علي حالة وهم آن جرين إن أن نفتي ده خيانايا أيان دريم لها أنيق شخصي أهان بعدما يعني رأيي هل كان كسر قد بنايو وحنا أي مسنة هي إن قالت كي أقوينا أي سومالي لانكشي رنتي أهانا مد أنا لقفير سنين واحد لبيع قيمة أهان أنا كسر كردنينين يعني أنا مضح بناند سومالي حتى أو أها ممنوع دا وح والبا سوماليا مقع عالنك يعني وح والبا ممنوع وحنا أي مسنة إنو أها أرن كان قالت أنا لقفير سنين شقنا كمالهن وح وكسر كردنينا مالهن إن سومالي لانقطة دولة عالم كي اعتراف سنين هاي يعني أرن كان وحكو قصو كرنا يمالان بل لبات أيو كو جيسانايا
waxaan xasuustaa meel ay ku qornayd magacyada dowladaha jaamacadda carabta, yacni kartoon saas oo kale jaamacadda carabta ayaa ku qornayd. Meesha soomaaliya iyo calankeeda ay ku qoran tahay waa la tirtiray, yacni waxbaa la mariyey. Yacni ma kula tahay mudane, yacni tallaabadaas inay faa'iido u tahay ama ay ka qayb qaadanayso madax bannaanida Soomaaliland, yacni arrinkan ma kula tahay? Abadan, la abadan maya. Runtii, yacni waana nooc dulmiga ka mid ah in la kala saari waayo nidaam 30 sano ka hor dhacay oo Soomaali badan xitaa sida aad adiga u nacabtay ay u nacab yihiin, iyo shacab intiisa badan dhashay, yacni wixii xilligaas ka dambeeyey. Dhalinyarada maanta, yacni shacabkeenna Soomaalida maanta intooda badan waa dhalinyaro 90-kii wixii ka soo dambeeyey dhasheen. Mid kale, mas-uuliyiinta ugu waaweyn maanta Soomaaliland, xitaa madaxweyne Muuse Biixi, waxay ahaayeen saraakiil iyo mas-uuliyiin sarsaro ka tirsan dowladdii Siyaad Barre. Haddaanan qaldanayn, Muuse Biixi wuxuu ahaa yacni sargaal sare mas-uul ciidan dowladda Siyaad Barre ayuu ahaa, sargaal sare ciidan ayuu ahaa. Haddaba soo lama dhihi karo marka, yacni waa miisaan qalloocan in qadiyad ahayd xukun ciidan ayaa dhibaato geystay loo beddelo mid shacab, yacni shacab dhan la dhaho maya. Haddaba hadday sidaas tahay, micnaha haddii aan sidaan raacno, yacni waxay noqonaysaa sidoo kale in la mamnuuco yacni raggii la soo shaqeeyey Maxamed Siyaad Barre, in aan maanta madaxweyne xitaa Muuse Biixi aan dhahno mudane dowladda Siyaad Barre ayaad xubin ka ahayd. Sidaas darteed, asalaamu calaykum nagu kala wad. Mudanayaal, Soomaaliya 30 sano ayay ka cabanaysay dagaallo sokeeye, duulaanna aana dhammaanaynin, Maraykan, Xabashi, ma jirti cid aana kusoo duulin. Shacab asagaba cabanaayo inaad ula dhaqanto ilaa maanta in uu Siyaad Barre ka taliyo. Runtii waa shay cajiiba. Marmar waxaan isdhahaa, yacni waqtiga miyaa la dhejiyey, waqtiga miyaa taagan, oo ma waxaan maraynaa 1988 meelahaas miyaan maraynaa? Waxaan aaminsanahay mar kale, maadaama ra'yigayga aan soo gudbinayo, in arrinka mamnuucidda kelmadda Soomaaliya iyo calanka Soomaaliya iyo u ekaysiinta arrinku inuu yahay yacni mid shacabka u dhexeeya ay wax maslaxadi ugu jirin madax bannaanida Soomaaliland, bal uu yahay caqabad. Arrinkaana runtii dowlad laguma noqon karo. Wax badan ayaan mas-uuliyiinta Soomaaliland ka maqalnaa. Soomaaliland iyo Soomaaliya waa laba waddan oo deris ah. Isla waqtigaas ayaad ku baaqaysaa in laga soo qaado in uuba jirin dal lagu magacaabo Soomaaliya. Jabuuti tusaale ahaan, ummad Soomaaliyeed. Sidoo kale ma inkirayno walaalahood muslimiinta kale ee aana Soomaalida ahayn, sida cafarta oo ah muwaadiniin Jabuutiyaan ah. Wixii ugu horreeyay ani markaan Jabuuti tagay, ugu horreeyaan arkay garoonka Jabuuti ma dhaafin dabcan, wixii ugu horreeyay ee aan garoonka ku arkay wuxuu ahaa calanka Soomaaliya iyo kan Jabuuti oo meel wada suran, meel wada suran. Haddii ay Soomaaliland sidaas samayn lahayd, yacni calanka iyo arrinka magacan ihtimaam weyn aanan la siin lahayn, bal arrinkan wuxuu kor u sii qaadi lahaa fursadaha madax bannaanida, micnaha in ay noqoto dowlad la ictiraafsan yahay. Sababta uu hadba leedahayba aslan waxaana laba dowladood oo daris ah. Tusaale kale aan ku siiyo, Ciraaq, dalka Ciraaq waxaa ka jiray dabcan xukunkii Saddam Xuseen, waan wada ognahay. Waxaana inteena badan sidoo kale maqalnay xasuuqii ka dhanka Kurdida magaalada Xalabja ay kumanaanka Kurdida ku dhinteen. Maanta xukunkii Saddam Xuseen ma jiro. Kurdidana maanta Ciraaqda kale waxay ula dhaqmaan sidii in ayba waxba dhicin, ayagoo weliba ku taamay inay go'aan calan gooni ahna leh. Yacni ma maqlaysid tusaale ahaan Kurdi leh Ciraaq ayaana xasuuqday? Ma maqlaysid? Sababtoo ah Ciraaq ma xasuuqin. Waxaa xasuuqay Talis waa horo jiray, laakiin maanta aanan jirin. Haddaba macquul ma ahan inay dhahaan tusaale ahaan Kurdidaas oo kale wax walbo Ciraaq muujinaya, magaca Ciraaq, calanka Ciraaq, Ciraaq waa mamnuuc. Yacni macquul ma ahan. Arrinku runtii uu ka sii khatarsan yahay markii jiilka yaryar, dhalinyarada yaryar lagu beero ama ay ku koraan Soomaali ayaa idin xasuuqday cuqdad ay ku koraan. Aad arkayso ciyaal 2000 wixii ka dambeeyey dhashay oo ku hadlay hadalla xitaa waxyiin ayna fahansanayn. Yacni arrinkan wuxuu soo kordhinayaa maxay tahay? Tusaale kale, Jarmalka waxaa soo maray sidaan wada ognahay dabcan xukunkii Adolf Hitler. Yurub oo dhan ayuu ku is-istaagay, malaayiin qof ayuu dilay Hitler. Wadamada uu Dambaska ka dhigay waxaa ka mid ahaa deriskiisa Poland iyo Holland. Laakiin maanta ma maqlaysid Jarmalka ayaana xasuuqay, ama mamnuucidda wax Jarmalka ku saabsan in Poland iyo Holland ay mamnuucaan ma maqlaysid? Abadan, macquul ma ahan. Keliya dabcan, yacni waxaa mamnuuca waxa muujinaya xukunkii Naziga Hitler, sawirkiisa, yacni wax walba ku saabsan arrinka Soomaaliland. Yacni hadduu ahaan lahaa in tusaale ahaan sawirka Siyaad Barre iyo yacni ammaanidiisa waa fal dembiyada, waa mamnuuc, dabcan waxaa la dhihi lahaa yacni waa arrin macquul ah, waa macquul caqligal ah. Laakiin waxaa macquul ahayn inaad dhahdo Soomaali oo dhan ayaan mamnuuci. Haddaan arka canug yaro funaanad Soomaali ay ku qoran tahay wadada la socda, waan ka siibi. Yacni kayf, Soomaalida waa malaayiin qof, waa dhulka intaas la'eg, kumanaanka kiilomitir tahan, wabiyadaas iyo keymahaas waaweyn leh. Dib u xusuusa hadalkii uu isiiyey odaygii aan soo sheegnay, waxaad jeceshahay iyo waxa waaqica way kala duwan yihiin. Mudanayaal, mas'alada mamnuucidda
صوماليا ومد عقلك دوا مرسن ومد عقلك بني آدم كأن جلينين جهدك لقو بحنا أي ممنوع ده إيرادين تقف أي علن صوماليا وطا أما كلمة صوماليا مالك قري جهدك أرن كان لقو بحنا يا وحكم ظن إن دتك لقو وعي جليه لبعت أوقات كليه هي رأيك يا كله وحنا أمسنا هي أما صار لمرد هي كره أرن كان يعني أن وحنون بابية للقسينا يا مواطنين تا عندها الصومالي لان أردن يعني صدق كيسنا قدم بيجي صومالي لان وحقيقة نبت جليه لكن ما جرى فرق أول حاجة كونفر وقوي إيه باري لما ولا وده تهريبا يا لما سداس إياه لو ذي هي ولبو حاجة حقيقة قرارة إن صومالي أنت تهريبت أنت بطن أي صومالي لان كسر جيدان هدي قف أنا ولقي صار عفن كونفر تصوماليا هدي هذا الله سوق هذا اللي جاي هرجي صبر عم قالوا ينكس اللي جاي وح فرق أهم ودريما يو ودوينك واسكوميت توجك أيها كوز قطن شروع ده ودوينك الأم مره واسكوميت إشاروينك أما سجن الله ده أن ودوينك كانن جرين جوارد حاجة حاجة أيه وكل سعدان في لوينك كرنتات أيام مال والبطاطس ومطلق على أهان اسكوميت وح فرق أقول الحينين سوق يده واسكوميت شعبك واسكوميت هيرك ده قال واسكوميت لا بد أن نعب الشعبك أنت بدن أيها شقيسته ما جبت ما أنت يعني أما وفرق تيرس هرجيسي برع هذا جوكت أنت صباح دي هتذكر الله هذا مال حكومة كسر شقينيسا حفيز حكومة آديسا أما وزارة أشقيسا فرق تيرس أيده أرن كاس جرا يعني وها أرن كان كهلا معنا حنوم باب يعني لماذا أن ما قلنا يعني سومالي داس كونفرت لد أي كويهين هرمك سومالي لان مظنة هرمك يعني هدي لغو أركايو شيبارك أما ميكروسكوب لغو أركايو ضد كلين أرك كلي مسؤولين تأي أركايان وامد كله لكن أنا وحان أرجنا صومالي ده دمانتو دين إسكوذي ميديهين لوضع عبانايا الحمد لله نبت قليب في عنايا كجرته نبت قليب وحدايا كجرته الحمد لله ومد في عن وحان رجينا يا إن قلبي فرن أتكو أقباشا كلمة دهس أفكي كصباحي دولة نمذن أين الشقا كلهين عقدات إيه بيريد عذاوات أين الشقا كلهين إيه ممنوع جوغتانا موضوعا أنا أرجنا أقهد لي انتهانو كل أيهي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.